الحمد لله. شو دايما نقول الحمد لله من عندك، ما غادي تقول كل الحمد لله كي خايبه كي زينه. ايوا تما داروا الاسعافات الاوليه ديالهم منين صافي ما كملوا داكشي، قالك خصك تمشي للسويسي. السويسي اللي غادي يكمل معاك هو اللي كاين الكارديو ديال القلب وداكشي. جيت للسويسي حتى هما صايبوا معايا المسائل اللي كاينه، عطاونا داروا الراديوات، داروا قالك اودي راها عندك، ها عندك عندك واحد العرق راه غادي تيتبوشا، خصك دابا تبقاي تبعي على مول القلب، وخصك مول السكر ومول الطونسيوت، كل واحد تمشي عنده. دابا حنا غدا غادي نبداو ان شاء الله نمشيو لعندهم السبيطار. وكنشكر الجمهور بزاف، بعدا كنشكر كاع الجمهور اللي ساندني وفي داك الفيديو، اي حاجه راه وصلتني، واللي بغى يشوفني ويتصل بيا يجي لعندي، يتصل بيا في التليفون. انا غنكون معكم من سيمانه لسيمانه في القناه اشطاري. لا زاد فيا الحماس، انا تعبت وقطعت دابا صحيت والله العظيم، الى فرحانه فرحانه مزيان مزيان. تشكركم بزاف، اي واحد تعليق ديالو عجبتني والله يسهل عليكم، كل شيء عجبني. حتى اللي قال لي ما عجبش الهضره ديالي كان هو تنشكره، تنشكر الناس كلهم اللي هنا في المغرب وخارج المغرب، وضمنتوا معايا وحسيت بانني راني عايشه. زاد فيا كما كنقولوا واحد النقطه، انا عاد دابا حسيت راني ناشطه مع راسي. ومرحبا بكم من سيمانه لسيمانه في القناه اشطاري 24. واللي بغى يتصل بيا في التليفون مرحبا به، اللي بغى يجي لعندي المحل مرحبا به، انا فرحانه بكم كلكم. ايوا انا مات لي راجلي في ليله راس العام، ليله راس العام مات لي راجلي، المهم عيان ولكن واقف على رجليه. ايوا صعوبات المعيشه ما كايناش، مي مشى هو مشى كل شيء بالصراحه، ما نقدرش نقول لك انا. ودابا شنو هما المعين الوحيد ديالك؟ تحد تحد نتا واحد كاينش لا ما كاينش. الا قالك شي واحد كيصرف عليا انا ما عنديش شي حد، ما كاينش. انا عندي لوسي كيعطيني 5000 ريال في الشهر، وهاد الشهر اللي فات عطاني 600 درهم. العيد ما عيدتوش، سنه البيت العيد يجي ليا ماشي يمشي لعند شي حد ناكلو. سديت عليا 4 ايام وهو اللي كان راه عارفه كاع، اي واحد تيشوف فيا دابا عارفين بان انا كان عندي حسن، كاين الله وحسن. من عند بعد الحسن ما كاينش شي حاجه يكذب عليك. داتني المراه دوزت مع داك الحجر الصحي، وكاين الناس اللي داروا معايا مزيان، لا من الجيران لا من المهم اقرب ليا، لا ما لقيتش، كنجلس بوحدي وكلشي بوحدي، كنمشي باش ناكل صافي. ما بحال السبيطار ولا الدو داكشي، ما عندي الورق ما تنشريش حيت كلشي. المهم كما قلت انا عايشه بالقدره الالهيه، نمشي كاين اللي كنمشي باش ناكل الصراحه، انا راه عارفين ويردوا عليا. كاين اللي كنمشي عندها نقول لها انا بغيت ناكل، يقول لي شي حد رانا كيهزني ولا شي حاجه، ما كاين شيء. من بعد حسن كاين الله سبحانه وتعالى، يكون ما عمرنا داك السيد نسى في حياتي، هذاك هو الوحيد اللي ما نساهش انايا. كان هزني انا انا ما عنديش الاولاد، يقول لي انت بنتي انا علاش تقلبي على الاولاد، علاش ما ياكلش الا ما كليتش ولا شي حاجه جابها، خصني انا وياه. وما تفرقناش في المرض انا وياه، ما عمرنا تفرقت انا وداك السيد حتى مشى الله يرحمه ويوسع عليه. ما نكذبش على سيدي ربي نقول راه وكل واحد يخلصوا سيدي ربي، انا الوحيده اللي بعد الراجل عندي ما عمرني نساه في الحياه، وعارفين الجيران وعارفين عائلته وعارفين كل شيء. عمر داك السيد ما نهزرني، عمر داك السيد ما دار لي شي حاجه، عمره ما عمرنا تفرقنا، ما عمرني غضبت. غاديه فاطمه وحسن، جايه فاطمه وحسن، هو من كنتفكروا بزاف، ولكن انا قلبي ما كاينش معاه من تهضري ولا مع من تعاودي ولا من حتى درت هذا الفيديو هذا من تلقى لي السي كمال، شويه حسيت بان راه بان رانا كاينه عايشه وما عندي حتى شي حد. حتى الا كاين عندك شي حد راه مشارك معك الحاله المدنيه، ما يقول لك شي واحد رانا ندير عليك ولا هذا ولا نشري لك، راه الكذبه كاين حتى شي حاجه. هادشي اللي كاينه السي علي مثلا ملكوش، هادشي ديال مالي كلشي تيجي ليه، ما عنديش فيه هذا خصوصي ديالي. هاد الصلاه هادي دابا جات الاخت تدخل لي، جات ما عنديش انا حريه رانا بوحدي. لا شي اللي جا واخا تجي لي تجي ليه يجيو لي هنا تلقايه، هو ضروري الورثه والخو المهم ضروري. انا دابا دخلتي تلقى عند البوطه بحيده شي ما تيهمش، انا بغيت غير ناكل ونشرب ونعس هانيه، حيت وليت طرات عندي راه شي وراق ديالي تيدير العصاب. هاد الشكل المشاكل كدير العصاب،
واحد يلقى ياكل ويشرب والراحه صافي. انا مني كملي كان راجلي كنت اي حاجه موفره ليا على قدر الحال، ما يمكن ليش المرض وما يعالجنيش، ما يمكنش. دابا كنجي ناكل الدوليبخان، تقدري تشري الدواء. دابا انا عندي وحده فيها 400 درهم وحده فيها ما عرفتش شي 11 ولا 12 ديال الراس، ما كنشريهش، ولكن عايشه. نهار يوصل الاجر انا غنمشي، ما كاينش اللي عندك، كل واحد خراسو خركبته. الا خطاتك الصحه راه مشى كلشي، ما كاينش يقول لك شي واحد قليل لا شي اخوه صدقه لشي حد ولا شي عائله. العائله ما عنديش، ما كنعرفهمش وما عندناش، ما عنديش ما كنعرفهمش. المهم انا ميمات حسن، انا مكمشه في هذا السداري هذا، وانا نخرج نمشي عند واحد السيده التمارة، وعندي الناس كنا تنمشي عند الناس، ومن هنا من هنا جلابتي تندور بها هذيك الجلابه. ها هي ها هي هي انا ها هي يا هادي ياك هي هادي الجمهور. هاهي وهي مني مشيت للسبيطار زادو كملوا على التقطيعه، ما لقاوش منين يجبدوا باش يعلقوا لي السيروم، قطعوها لي بالمقص وقاسوني. مازال هنا ما كاين مشكل، كلشي فايت. انا دابا درت وحده اخرى، حيت بزاف الناس زعما انا ماشي بقى فيا الحال ديال القطعه من هنا عاديه، وفرحت بعدا منين شافوها وقالوها ليا وبقيت فيهم. انا مابقاش في الحال كيقول لهم مسكينه، انا عجبني الحال، حيت الخير لقيت الخير في الناس ما كنعرفهمش. هذيك الهضره انا توكدت بها، كنقاوم دابا المرضى انا ما كنحسش به. بهذاك الكلام ديالكم نتومايا عجبني، حيت المسلم كيبقى في خو المسلم. انا عجبني اي كلام قلتوه، اي تعاليق كلها زينه كلها عجبتني. احنا ولادك الله يعطيك الصحة، بغينا نعاونوك، كل شي زين، انا فرحانة بكم. انا الامنية وهي بغيت نعيش عيشة حياة زوينة كريمة، ناكل ونشرب وتانا بحال الناس بحال دابا مثلا. دابا نطي مع الصباح واش كاين شي واحد تيده هكا فاطمة؟ انا ما كايناش، كايناش هاد القضية. شتي تمشي للمارشي بحال الناس تيتشيتي هادي تجيب بناتها رابعة هذا. دابا انا طيبه شي عندي شي غدا شي مطيبه رده شي حاجه، وصراحه انا ما تكذبش تمشي للمارشي تشري شي حاجه طيبه انت بحال الناس. جاك الحمام عجبك واحد التويب، عجبتك واحد البيجامه، وتعيشي كاي ناس، تحسي براسك انت عايشه مواطنه مغربيه عايشه. نعيش بحالي بحال الناس فهمتيني، ولا جاب الله شي حجه نمشي نضربها بواحد الحجه، وهي هذه الحياه. اش كيبغى الناس؟ واحد تاكلي وتشربي وشناهي الماكله والشراب، وثاني بحال الناس نخرج. فين غدا فاطمه؟ راه جيت من المارشي. فين مشات فاطمه؟ مشات جات من المارشي. فين مشات فاطمه؟ كانت هنا. ولاد السفر ما كنعرفو، شت بركان وكازا خطره وحده في حياتي، وانا بنت البلاد حتى القنيطره ما كنعرفها، ما عمرنا حتى السفر ما كنعرفو بحورات. نمشيو لهذا البحر هنايا والناس كتسافر، الناس المهم بزاف ناقصين. حنا دابا بغينا ناكلو ونشربو بركه ونلبسو، وما يمكنش انت تمشي بديك سميتو ما تلبسيش انت صنداله بحال الناس. وشحال كدير كاع الصنداله ويقول لك الناس ايوا ما مالك انت ما لابساش، هذه من جهتي من جهتي، وانت دائما ما تتلبسيش وشريه لي اللبسه. علاش انا ما شاريه ما تتلبسيش؟ ما تقوليش بنت الرباط، ويلي شوفي انت كي دايره، مال الرباط ومال كازا ومال والعروبيه تما راه عندهم، علاش تقولي بنت الرباط؟ انا زيده وخلقه هنا ما بقاش في اللبس. علاش انا هكا الحمد لله تا دابا راه زعما الحمد لله، ما المهم الجوع ما تيقتلش. الواحد تيحس بالحقره ملي كيكون يشوف واحد واكل شارب وكاع. ملي مات حسن ما تلفت، انا كنت كنعرف انا هو اللي كان تيتقدى، كاين كلشي هو، راه معروفه هذه عليا. انا عمرني ما مشيت للمارشي الا حسن بشي بيجامه فيرو، كنعز عليه واحد القضيه نقولها كنعز عليا السواك والكحل والحنه. انا عمرني ما درت الماكياج، دايما جايبو حسن الله يرحمه فهمتيني. واخا انا ماشي من الناس القدامى، ولكن هادي كان انا من بعد نعاود لكم القصه ديالي مع حسن. دوز مع دوز معايا الحرب، جا معايا للسبيطارات، وغامر معايا في مولاي عبد الله في السرطان، وزعما ما نقول لكش، وما عمرو قال لي بغيت الاولاد. تنقول لولادو نبدا نهضر داكشي تيقول لي راه انت بنتي. لا لا انا بغيت نبقى غير انا وياه، وهكا كان تدموا الامانه امانته. وهذه الحياه، وبنادم يصبر وصافي، اللي دير شي حاجه راه دارها لله، واللي لقى ما يعاون يعاون، اللي شي واحد شي حد ما عندوش يعاونه. الدنيا فايته كل شيء فايت، الواحد يتهلا في والديه، واللي عنده شي مراه يتهلا فيها ويتهلا في وليداته.
وربي راه كيكمل. تحية كبيرة للجمهور كل اللي عندي في القناة، يا اللي قالها زيرة، ولكن ما عنديش اللي قالوا خايبين بزاف، انا عندي الزين اللي كثير بزاف، ما دوك اللي قالوا شي لقطات وطلبة ولا الماسك والدرقوش، انا كشي ما كيهمنيش، انا عجبني الناس اللي طلعوني، الناس اللي هضرتهم عجبتني دقلت ديال قلبي، هما اللي كنشكر وتنشكر حتى هذوك، ما تيهمش، كل واحد عنده حرية التعبير ديالو. تنقدم لكم الشكر والتحية، والله يسهل عليكم والله يعاونكم، واللي بغاني مرحبا به يعيط عليا، وكنقدم الشكر للقناة أشطاري 24، وتنشكر الجمهور والله يسهل عليكم، وانا فرحانة بكم وكلامكم والله العظيم الا زاد فيا الروح، حيت ما كاينش اللي اي بلاصة سميتو قال فيك فلان وقال فيك هذا سمي بالاسمع، واخا ما عرفتكمش انا فرحانة، يا مرا يا راجل يا بنت يا كلشي كلشي عجبني، عيب اللي كيقول لك بغينا النمرة ديال السيدة بغينا نعاونوها بغيت انا بقات فيا، هذاك هو النار الكبير، ما كيعرفوكش وحنوا فيك بحال حنوا فيك، خلينا منك اللي منك ليرة، ما كاين حتى حاجة في الدنيا هذي، اللي يلقى ما يساعد ويدير الخير يديرو، كلشي فايت وتيلقى قدامه، هذه الأمنية ديالي، ومن سيمانة لسيمانة أنا معاكم، هذا القناة أشطاري 24، كل نهار الخميس أنا معاكم إن شاء الله، شكرا لكم بزاف، تنعاود نحييكم، والسلام عليكم. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.